كالعاده نبدا مع حضراتكم حلقتنا باهم وابرز الاخبار اللي حصلت امبارح. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي القى كلمه بالامس بمناسبه الذكرى ال 71 لثوره 23 يوليو المجيده. قال سياده الرئيس ان ثوره يوليو اسست الجمهوريه الاولى منذ 70 عام لتصبح مصدر الهام للتحرر الوطني في جميع انحاء العالم. امبارح كمان القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها بتجهيز 3 طائرات هليكوبتر مزودة بكافة المعدات والوسائل المتطورة للمشاركة في إخماد الحرائق المندلعة في عدد من الغابات بدولة اليونان، وده تنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 يوليو المجيدة. وجه الرئيس التهنئة للشعب المصري العظيم بهذه المناسبة، وقال إن ثورة يوليو أسست الجمهورية الأولى منذ 70 عاماً ومضت في طريقها تبني مصر جديدة في زمنها، ويعلو شأنها شرقاً وغرباً لتصبح مصدر إلهام للتحرر الوطني في جميع أنحاء العالم، كما قطعت شوط مهم لتمكين قطاعات كبيرة من أبناء شعبنا من الفلاحين والعمال وإعطائهم مكان يليق بهم طال انتظارهم واشتياقهم له. وحققت الثورة إنجازات عظيمة في كثير من الأحيان وتعثرت مسيرتها في أوقات أخرى. وبعد 70 عام على تأسيس الجمهورية ومع تغير طبيعة الزمن وتحدياته واجتياز الوطن لأحداث تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 ل 2014 وفترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر، كان لزاماً أن نفكر بجدية في المستقبل وفي الجمهورية الجديدة التي تمثل التطور التاريخي لمسيرتنا الوطنية كأمة عظيمة آن لها أن تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم. امبارح توجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 يوليو المجيدة. وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تمر اليوم الذكرى 71 لثورة 23 من يوليو التي أسست لجمهوريتنا الأولى وساهمت في تغيير الحياة بشكل جذري وأنهت الاستعمار وقادت على الفساد، وكانت تتويجاً لنضال وطني لا مثيل له قامت به قواتنا المسلحة ومن خلفها الشعب المصري العظيم. كل عام وأنتم بخير. امبارح ونيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية اللي استضافته روما، والنهارده هيشارك رئيس الوزراء في مؤتمر لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023 اللي بتستضيفه منظمة الفاو. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واستمراراً للدعم المصري المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات والمحن التي تتعرض لها، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز 3 طائرات هليكوبتر من طراز شينوك مزودة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة السلطات اليونانية في إخماد الحرائق المندلعة في عدد من الغابات بدولة اليونان. امبارح وزارة الداخلية قالت إن قطاع الحماية المجتمعية عقد لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 499 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وده بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم اللي استوفوا شروط العفو. امبارح وزارة الداخلية منحت النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين حتى يوم الخميس 21 سبتمبر المقبل، ولا تحتسب الزيارتين ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وده بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد وذكرى ثورة 23 يوليو، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة ليهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات. ومعنا في أخبار المحافظات تحصين 110 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في كفر الشيخ، وفي الوادي الجديد في 178 مشروع قدموا في مسابقة المشروعات الخضراء الذكية. أما في الغربية فتم إجراء 103 عملية قسطرة قلبية ضمن مبادرة في كل ثانية حياة، وفي الأليوبية جامعة بنها هتستضيف فعاليات المهرجان الرياضي الأول لجامعات الدلتا،
تفاصيل كتيرة من محافظات مختلفة هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظة مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الغربية أعلنت المحافظة أن مبادرة كل ثانية حياة لعلاج مرضى جلطات القلب بمستشفى المجمع الطبي التابع للتأمين الصحي بطنطا أجرت 103 قسطرة قلبية طوارئ مع تركيب 10 منظمات قلب دائم ومؤقت في أقل من شهرين منذ انطلاق المبادرة في محافظة الغربية. في القليوبية نظمت جامعة بنها فعاليات المهرجان الرياضي الأول لجامعات الدلتا اللي هيستمر لحد يوم 25 يوليو الجاري بملاعب الجامعة، وده في إطار الاهتمام بالشباب وتقديم كافة سبل الدعم لطلاب الجامعات واكتشاف المواهب الرياضية. في المنيا أكدت المحافظة أن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لما يقرب من 209 ألف مواطن على مدار شهر يونيو اللي فات من خلال مجموعة من القوافل الطبية المتنوعة والعيادات الخارجية والمتنقلة اللي نظمتها المديرية، وضمت نخبة من الأطباء بكل التخصصات. في الأقصر شهدت أرض مطار رحلات البالون الطائر تحليق الرحلات بسماء البر الغربي بصورة طبيعية، وخرجت امبارح 22 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 350 سائح من حول العالم. في المنوفية أعلنت مديرية الصحة أنه تم إجراء 44 عملية بمستشفى رمد شبين الكوم ضمن خطة مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وتزامناً مع مبادرة 100 يوم صحة، وتم إجراء العمليات للمرضى من جميع مراكز المحافظة، وتم أيضاً متابعة الحالات وجميعها مستقرة. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة أن عدد المشروعات المتقدمة في مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية بلغت حتى الآن 178 مشروع على مستوى المحافظة. في كفر الشيخ شهدت قرى المحافظة تنفيذ أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الوادي المتصدع والحمى القلاعية إضافة لترقيم وتسجيل الماشية، وحتى الآن تم تحصين 110 ألف رأس ماشية، ومن المستهدف 212 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة بمشاركة 105 لجنة متخصصة.